افتتح معرض أهلا رمضان بمركز دراو بمحافظة أسوان لمواصلة توفير السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة بأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق بنسبة 30%، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة الاحتكار بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة. وأعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي تقديمه الدعم للسلع الغذائية الأساسية من خلال معارض أهلا رمضان. الحمد لله موجود مليان بالبضاعة، الرز والسكر والزيت، ونشكر الدولة على مجهودات الدولة اللي هي قائمة بها. الرز عامل 14 جنيه ونص، وبرضه السكر والزيت.